بتوجيهات من معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين رئيسة مجلس النواب، تقيم الأمانة العامة وبإشراف ومتابعة سعادة المستشار راشد محمد بنجمة الأمين العام لمجلس النواب جلسة محاكاة برلمانية لفئة الشباب عبر الاتصال المرئي، وذلك يوم الخميس القادم. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف السيد حسام الدين سالم، مدير مركز الدراسات والتدريب البرلماني بالأمانة العامة لمجلس النواب. مساء الخير سيد حسام الدين، وبداية ما الذي سيقدمه هذا البرلمان للشباب للمشاركين، وأهم الموضوعات التي سيتم طرحها من قبل الشباب المشارك؟ بداية أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة اللي يسعدني فيها أن احنا نتطرق إلى موضوع غاية في الأهمية، وهو موضوع يتكلم عن تمكين الشباب. جاء توجيهات كريمة من معالي رئيسة مجلس النواب ضمن مضامين خطاب سيدي صاحب الجلالة اللي أكد فيها في افتتاح دور الانعقاد الثالث على أهمية تمكين الشباب. لذلك كان توجيهها واضح لنا في أهمية إبراز هذا الجهود أو إبراز العمل لتمكين الشباب. فوضعنا مرئياتنا فيما يتعلق ببرلمان الشباب ووضعنا أهداف لهذه الفعالية. أبرز هذه الأهداف هو تمكين الشباب ودمج الشباب البحريني ضمن العمل التشريعي والرقابي وإكسابهم المهارات البرلمانية اللازمة، أيضا الوقوف على احتياجاتهم وأمالهم وتطلعاتهم وطموحاتهم الشبابية وتبني ما طموحاتهم اللي تخدم العمل الوطني، إضافة إلى توعية الشباب البحريني وإعدادهم لخوض التجربة الديمقراطية في مملكة البحرين وإبراز مدى ما يتمتع فيه الشباب البحريني من ثقافة وقدرات وإمكانيات يمكن إبرازها من خلال هذا العمل التميز أو من خلال برلمان الشباب. مثل ما تفضلت أستاذة، طبعا احنا عندنا برنامج زمني تم وضعه لشباب البرلمان لتأهيلهم حتى انعقاد جلسة يوم الخميس القادم اللي هي 26 نوفمبر. فبدينا من يوم الأربعاء الماضي في برامج تهيئة وجولات ميدانية ومحاضرات تثقيفية للشباب، ومستمرين إن شاء الله بكرة عندنا محاضرة عن آليات العمل في الجلسة العامة، وعندنا محاضرة تتعلق بعمل اللجان وغيرها، إضافة إلى محاكاة لاجتماعات اللجان البرلمانية يوم الثلاثاء، وجلسة تجريبية يوم الأربعاء القادم، وتوزيع الشباب البرلماني على اللجان الدائمة ولجنة الشباب والرياضة اللي سوف تشكل إن شاء الله في الأيام القادمة. نعم. إضافة إلى تهيئتهم لما سيعقد في الجلسة من مناقشة لجدول أعمال جلسة الشباب البرلماني. نعم، السيد حسام الدين سالم مدير مركز الدراسات والتدريب البرلماني بالأمانة العامة لمجلس النواب، شكرا جزيلا لك.